انتصارات جديدة يحققها أبطال الجيش الوطني من منتسب اللواء الثالث عروبة في معقل الحوثيين بمران في صعدة، حيث سيطرت تلك القوات على جبل المجرب وقرية أم نعيرة وأطراف قرية الجارية الواقعة في وادي ليا بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الإيرانية. نحن الآن في القرية قرية أم نعيرة في وسط وادي ليا، أو كما تسمى قرية الجارية قرية أم نعيرة. لكن الآن إحنا نحيي أبناء اليمن كلهم من وسط وادي ليا الذي تم تحريره كامل، وأقول لكل أبناء اليمن وكل أبناء اليمن الأحرار والأبطال، نحن نجاهد ونقاتل هذه الفئة الباغية ولا نحمل بأيدينا كاميرا التصوير من أجله، من أجل احترام مشاعر الأمة ومشاعر الإنسانية. ميليشيا الحوثي الإرهابية وقعادتها باستخدام المدنيين دروعا بشرية وبيوتهم مخازنا للذخيرة والأسلحة، فقد لاقى أبطال الجيش الوطني المنازل التي تم تحريرها تعج بصناديق الذخيرة والمعدات والأسلحة، بالإضافة إلى تفخيخ عدد منها بالألغام والعبوات الناسفة، إلا إن الفرق الهندسية للجيش الوطني أبطلت مفعولها. لا، هذه القرية كانت تجمع للماليشيات يتجمعوا فيها، وهي مخازن كان للسلاح مرجعهم وتجمعهم، كانت بؤرة للماليشية في القتال، ولكن بفضل الله تم السيطرة عليها وتحريرها للأبد إن شاء الله، والتحرير قادم في الجبال كاملا. ورغم خضرة الوادي وكثافة الأشجار فيه، بالإضافة إلى أنفاق الميليشيا ومخابئها وسط هذا الوادي، ما يمكن ميليشيا الحوثي الإيرانية من الاختباء والتواري تحتها، إلا أن نيران الجيش الوطني نالت من هذه الميليشيات وجعلتهم جثثا متحللة وسط هذا الوادي الكبير. وأكد أبطال الجيش الوطني توغلهم في معقل الميليشيا في مران دون أي خسائر تذكر، مشددين على المضي حتى تحرير كامل محافظة صعدة.